السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كربلاء والبحرين من قناة مأتم المرخ. كرباباد قرية ساحلية في مملكة البحرين، وتقع غرب العاصمة البحرينية المنامة، وأهم المعالم القريبة منها قلعة البحرين، وهي المعلم الحربي الذي أكسب القرية هذا الاسم، إذ إن كلمة كرباباد كلمة فارسية مكونة من كلمتين كرب وتعني حرب، وآباد ويعني بلد. واشتهرت بصناعة السلال والأدوية الشعبية، عمل أهلها في الزراعة والبحر. تتميز البحرين بالنظام القروي الذي أسس علاقات تقارب بين القرى بعضها البعض، ومن أمثلتها العلاقة التي تربط السنابس وكرباباد والديه، إذ تعتبر هذه القرى مشتركة بعلاقات القربة وإقامة الفعاليات، وخصوصا العزاء المركزي. ولأن كرباباد تشارك في السنابس والديه بالعزاء المركزي، فقد تم اقتراح إقامتهم لعزاء مركزي صبيحة 9 من محرم، وعليه انطلقت هذه الفعالية المركزية عام 1959 للميلاد. تعتبر فعالية العزاء المركزي مظاهرة كبرى تظهر صورة جلية لواقعة كربلاء، لما يقام على هامشها من فعاليات مركزية وتجمع للمواكب من المناطق القريبة. ولذلك كانت هذه المنطقة التاريخية الساحلية الثالثة التي تقيم هذه الفعالية مع السنابس والديه، لتكون أول من يقيم العزاء المركزي صبيحة 9 من محرم من كل عام. وقد كان لتوجيهات الحاج أحمد بن خميس مؤسس مأتم بن خميس الفضل الأول في إقامة هذه الفعالية المركزية، فقد كان لتوجيهات الحاج أحمد دور في حضور عزاء السنابس منذ بداية تأسيس هذه الفعالية. بالطبع موجود تنوع، طبعا موجود النساء والرجال، طبعا النساء في مآتم النساء وفي أماكن مخصصة للنساء، وفي وجود فعاليات خاصة للأطفال. احنا عندنا برنامج الطفل الحسيني موجه بصورة مركزة للأطفال، وطبعا
وجود جاليات مختلفة. منطقة كرباباد تمتاز بأنها قريبة من العاصمة حيث تواجد الوافدين بكثرة، فكثير ما يعني يحضر إلى المجالس وإلى مواكب العزاء أجانب، يعني أمريكان، هنود، جنسيات مختلفة. فلذلك هناك توزيع نشرات تثقيفية لهذه الجاليات أثناء سير المواكب العزائية. كعادة العزاء المركزي الذي اعتمد على القرب الجغرافي والعلاقات بين القرى، كان لحضور مواكب السنابس والديه وجبلة حبشي وموكب بن سلوم من المنامة وغيرها الأثر الكبير في إقامة هذه الفعالية في كرباباد يوم 9 من محرم الحرام، مواساة لأهل البيت عليهم السلام في مصابهم بالإمام الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه، لتتوافد المواكب فتشارك صباحا في موكب واحد ومسار موحد، باذلة المال والجهد والوقت فداء ونصرة لسيد الشهداء، لتعلن بكل ضربة على الصدر والظهر أننا على خطى الحسين سائرون، ولتعالى وهناك لجان ولجان موزع عليها العمل وتوزيع المهام على أعضاء اللجان، فهناك يعني ترتيب منظم. طبعا الخبرة والتكرار تعلم الكثير من الأمور الإدارية.
كل ما يتعلق بالموكب الحسيني يمر بحالة من التطور على مر السنين، فبعدما يربو على 70 عاما على إقامة العزاء على الإمام الحسين عليه السلام، ارتقى العزاء المركزي حتى وصل للطريقة البحرانية المتعارفة في العالم الشيعي حاليا. فقد كان العزاء المركزي في كرباباد في بدايته معتمدا على دور شخص واحد كان قد شكل عملية التأسيس، ولكن وفي مرحلة لاحقة اعتمد العزاء المركزي على وجود لجنة مشكلة لهذا الهدف. وقد سعت اللجان المتعاقبة على إيصال مبادئ الإمام الحسين عليه السلام للجيل الذي بعده، وعلى تعاقب حمل المسؤولية لأداء المهام المستقبلية في اللجان العاملة في المأتم. أولا المرحلة الأولى علشان نكون يعني واقعيين وننقل إلى الأجيال اللي تتابعنا والأجيال اللي بتحمل الراية عقبنا، كان الموكب تقوم إبا أو إحياء تقوم إبا فئة معينة وتتحمس إلى أعداد قليلة من أهالي القرية. هاي المرحلة الأولى، المرحلة التاريخية الأولى. فكان الجهد في مسألة تنظيم الموكب وتنظيم مجالس القراءة في السابق كان يكون على كاهل أعداد محدودة، يمكن 1 أو 2 مسؤول الماتم أو رئيس الماتم هو اللي يبني الماتم، هو اللي يجيب الملا إلى مجلس القراءة، هو اللي ينظم الموكب، ويمكن هو اللي بعد ويمكن يكون هو الرادود اللي يقيد الموكب. ولكن يعني المرحلة الثانية ألزمت يعني وجوب أن تشكل إدارة تساعد هذا الرئيس، هذا الشخص الرئيسي في الماتم. فشكلت الإدارات اللي ساعدت في مهام إقامة مجالس القراءة وتنسيق الموكب، إلى ما وصلنا إلى المرحلة الثالثة. وإن شاء الله يعني إحنا مقبلين على تطور، وأمننا في شبابنا وأولادنا كبير. طبعا يعني أجدادنا ما قصروا، ولكن أجدادنا ما كان يعني أكثرهم ما كان متعلم، ومع ذلك أوجدوا الماتم وأوجدوا الموكب وجزاهم الله ألف خير، وسلموها الراية إلى أبنائهم، على أبنائهم أن يسلمونها إلى الجيل الجديد. والجيل الجديد كل جيل متعلم
ومتطور ويعرف الحداثة ومطلع على، فيفترض أنه يعني يستفيد من التطور في رفع مستوى خدمات الماتم في مجال القراءة الحسينية أو في مجال إحياء المواكب الحسينية أو فعاليات الأخرى اللي تتبناها. لأجل الحسين ترخص الأنفس ويهون الوقت والجهد، فبرغم قساوة الجو الصحراوي الذي يسود البحرين إلا أن العزاء المركزي في كرباباد استمر منذ تأسيسه حتى اليوم. في إقامته في صبيحة 9 من محرم الحرام من كل عام، وفي بدايات العزاء وبسبب ضيق مساحة القرية وعند الجزر الذي يصيب البحر، كان مسار البحر يدخل في البحر ليتمكن المعزون من الدوران في طريق يتسع لكل المواكب. وفي وقتنا الحالي ابتكرت اللجان المنظمة وسائل للتبريد ولتهيئة الأجواء قدر الإمكان للمشاركين في العزاء على فاجعة سيد الشهداء عليه السلام. تصدى الإمام زين العابدين عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام للمسؤولية والدور الإعلامي بعد واقعة كربلاء، ولما للإعلام من أهمية لإبراز مظلومية الإمام الحسين، فقد سعت اللجنة المركزية للعزاء المركزي في كرباباد صبيحة يوم 9 من محرم سنويا لإبراز هذه الفعالية في أجلى صورها، حتى صار الإعلام أحد أعمدة تطور هذه الفعالية في مختلف المستويات. فكانت القصيدة وهي أساس العزاء وأهم عناصر الإعلام الحسيني ذات فضل كبير في تطور العزاء. فبعد أن كانت مسجلة الكاسيت أحد أهم الأجهزة لنشر القصيدة العزائية، صار لكاميرا الفيديو عبر الأعوام المتلاحقة الدور الأبرز في نقل وتوثيق المظاهر العاشورائية. أعقبها الهاتف النقال لينقل ويوثق لنا الصور الحسينية والصوت الحسيني والموكب الحسيني عبر الجهود الشبابية الواعية.
الصعوبات أنا اللي ألاحظها على إن البرنامج الموجود لإحياء موسم عاشوراء الحسين في كل عام على الأقل على مستوى منطقتنا متعب ومرهق إلى المعزين أو المشاركين في الحضور لمجالس الخطابة أو إلى مشاركة في المواكب الحسينية، لاعتبار أن الفعاليات في برنامج اليوم الواحد من الصبح إلى آخر الليل وما يكون في تنسيق بين القرى وبين المناطق أو بين منطقة المنامة العاصمة والمناطق الثانية، فيكون هذا الشاب اللي يحب يشارك ويحضر ويكون فاعل مرهق بالأخص في نهاية موسم محرم الحرام، يعني ليلة العاشر أو يوم ليلة التاسع يكون يعني منهك ومجهودة منتهي، الاعتبار أن الفعاليات اللي يشارك فيها من مواكب أو من حضور مجالس كثيرة ومي منظمة ولا هي منسقة. فأنا أتمنى يعني أن يكون في تنسيق بين المآتم في فعالياتهم وفي أنشطتهم وفي وقتها، بحيث أن يعني ما نرهق المشارك في هذه الفعاليات والأنشطة. لم يقتصر العزاء المركزي في كرباباد على الموكب الرئيسي، بل استضاف الفعاليات المصاحبة للعزاء منذ بدايات تأسيسه، فقد كان موكب الزنجيل أول الفعاليات المصاحبة زمنيا، وتلاه موكب التشابيه الذي كان له الدور الفاعل في التأثير والتأثر الواضح على الحضور، لترى التفاعل بالبكاء وتصور فاجعة كربلاء. أما المرسم الحسيني فقد كان الحاضر الفاعل والمؤثر بين شتى الفعاليات المركزية في البحرين، وأحد أبرز العوامل في نجاحها، مما بوأه ليكون من أهم الفعاليات المصاحبة في كرباباد صبيحة التاسع من محرم. هناك كثير من الفعاليات صاحبت المواكب العزائية، طبعا في المجموعات التمثيلية مواكب تمثيل، هاي كان في السابق قليل الآن ازداد، كانت في عندنا فرق كشفية تنظيم يعني مراكز إرشاد وتثقيف إلى الجاليات وإلى الأجانب باللغات الإنجليزية والهندية وغيرها. طبعاً موجود أيضاً المرسم الحسيني، وكان إحنا بعد الفعالية يوجد مرسم حسيني في قاعة المأتم، يعني يشاركون في مختلف مناطق البحرين الفنانين بعد الانتهاء من فترة عشرة محرم،
تحضر جميع المجسمات والأعمال الفنية وتعرض للجماهير. ما زالت قرية كربابادة حتى اليوم تنتج الأدوية الشعبية في البحرين لتعالج بها أسقام الأبدان، والأهم من ذلك مزاولتها للعلاج الأعمق لتقويم الإسلام عن الانحراف الذي أصابه، وهو إصلاح المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سائرين على نهج سيد الشهداء. وبهذا تستمر مسيرة عاشوراء حية نابضة في القلوب إلى قيام الساعة بشتى صنوف الإحياء، خصوصا من خلال مواكب العزاء واضعة العلاج للأمراض الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع عبر التمسك بأسس الإسلام القويم. وإلى لقاء متجدد معكم في كربلاء البحرين، نجدد لكم التحية وفي أمان الله وحفظه.